خالد مختص في الطب البديل بمدينة الجديدة وبالخصوص في سيد داوود بالحجامة الشرعية أو الحجامة الريادية والحجامة الحجامة بالموكسة أو الإبر الصينية وبالتدليك انعكاسي. وهنا بالنسبة لهاد الحجامة دابا الحمد لله اللي ولات من قبل كانت غير الحجامة الشرعية دابا ولا اختصاص فيها ولاو ناس مختصين في هذا الباب هذا وفي هذا المجال ولاو دي فورماسيون الحمد لله ولاو تيداروا ماشي فحال قبل كما كنا غير كانت غير واخدين على الاباء ديالنا وداك الشيء. والحمد لله دابا راه ولات عندها اقبال ولاو ابطال عالميين اللي تيعملوا الحجامه وداك الشيء وبالخصوص هذا الباب هذه وهي في السنه ديالنا والسنه ديال الرسول عليه الصلاه والسلام تيطالبنا بالحجامه وداك الشيء. وهي راها الحجامه الحمد لله دابا راه مشات لواحد المجال بعيد في التداوي بالنسبه للامراض كانت مستعصيه الحمد لله فضل ديال الله عز وجل. تشوفوا منها ناس بزاف منها الروماتيز منها الخشونه الركاب منها الامراض بحال الروماتويد بحال البواسير بحال سميتو البروستات بحال امراض كثيره اللي ولات الحمد لله باذن الله تتشافى بالحجامه. ودابا الحمد لله ولات عندها واحد سميتو عندها واحد الاقبال كبير بالنسبه ماشي بحال الاول لان علاش لانه كانت تملت في واحد الاوينه كانت تملت ما بقاوش الناس تيتعاطوا لها لان هي اللي كانت هي الاوليه وكانت هي سميتو ولات دابا هي البديل ولا هي البديل اللي هي كانت هي الاصليه. هي الانسان في القديم ديال الزمان بالتعريف بالحجامه هو بادي من ادم عليه السلام ومع التطور ديال الوقت ومع هاد الطب الغربي وداك الشيء اللي دخل واكتسح هذا المجال هذا تهملت الحجامه تهملت واحد الاهمال كثير لانه حتى الناس اللي تديرها ولاو كاين تخوفات. علاش؟ لان منها كان قبل كان ما كاينش تعقيم ما كاينش غير كانت غير الحجامه غير عاديه كانت بالقرون او سميتو بالكؤوس نحاسيه وداك الشيء وكان الشفط بالفم. دابا الحمد لله ولا شفاطات ولا الات شفاطه بالضوء ولا الات يدويه ولا قفازات انسان تيدير القفازات في يديه بحال هكا وتيستعمل سميتو ما تيخافش الانسان منها. الناس تنتخافت منها هربت منها لان كانت العدوى وكانت سميتو ولاو تيتهربوا منها. الحمد لله. ودابا ملي وليتي كتشوف ابطال مثلا عالميين مثلا تيعملوا الحجامه راه غادا حتى تكون غادا تنافس الطب العام. الاقبال كيكون قليل لان الناس كاين تخوفات من هذا الباب هذا لان الناس تيخوفوهم من الحجامه وهي طبع الحجامه دار في رمضان ما عندها حتى شي مشكل غير هي تقرب الاوقات تقرب الوقت ديال الافطار من الاحسن باش ما يتخالش الانسان ياخذ يعيا ولا سميتو ما يديرش مجهود من بعدها وداك الشيء لانه هو دير في السنه ديال الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام احتاج ما هو وصائم. فوائد كثيره منها الفوائد اول حاجه هي مناعيه. ثاني حاجه بانه هي كترفع المناعه كترفعها بواحد الصوره عجيبه اللي ما تقدرش واخا دابا راه كاينين مراكز اللي كيعملوا مثلا تحاليل سريريه اللي طول العام وداك الشيء على بعض المرضى ديالهم وتيلقاو فيها اجابات كثيره لانه بحال امراض بحال دابا الروماتيزم فيه كانوا الناس تيعانيوا منه بزاف دابا مع الحجامه وداك الشيء الحمد لله كتقلل بالاصابات ديال سميتو. وتا بالخصوص دابا لهاد الناس اللي تيديروا الرياضه كانت عندهم توعكات في سميتو في المجال الرياضي او مثلا نتكلموا على السياتيك. السياتيك هذا اللي ولا دابا حاليا الناس تتعاني منه بزاف هو ثاني مرض معترف به هو بومزوي
اللي كنقولوا لي حنا القولون العصبي. هذا الحجامه الحمد لله ولات كتديروا بالخصوص الى لقات ناس اللي عندهم دراسه في هذا المجال هذا ويكونوا مختصين في هذا المجال وعندهم هذا ماشي يكون مهم دارس هذا الباب ويكون اختصاصي في سميتو عرف النقاط فين جات. وثاني حاجه هي الشقيقه، الشقيقه اللي هذه شقيقه مزمنه للناس اللي كانت تعاني من شقيقه، الحمد لله الحجامه ولات تشافي هاد الامراض هذو اللي كانوا مستعصيه اللي كانوا غير الادويه وداك الشيء تدخل عليها الحجامه وتقدر تدخل عليها حتى المجال بالادويه راه حتى هي كتساعد واحد 100%. هو بالنسبه للحجامه ما عندهاش فئات، تقدر تبداها في اي فتره. دابا بالنسبه كانت مغالطات بحال هكا كيقولها لك، بحال دابا بالنسبه للوليدات الصغار اللي عندهم تبول لا ارادي، راه كتدخل لهم هذا العلاج بالحجامه من السن، كتبدا من السن على حسب الاحتياجات ديال السن، كتبدا من الخمس سنوات حتى للسبعينات والثمانينات. غير هي خاص اللي غادي يديرها يديرها انسان مختص ويكون عنده درايه ويكون عنده باع في هذا المجال هذا، ماشي غير يكون يلاه بدا مثلا في الحجامه وغادي يبدا بالناس بحال هكا. كاينين حالات اللي خاصك تحتاط منهم بحال الحالات ديال الناس مرضى القلب او فشل كلوي، هادو اللي مركب الصمام مثلا، القلب مركب الصمام ولا الفشل كلوي، هادو ما تنديروش لهم مثلا الحجامه. امراض القلب والشرايين وداك الشيء تنديروا لهم الحجامه، ولكن تديرها بدفعات بحال هكا بشويه بشويه، وكتمشي مع المريض حسب سميتو وكتبقى انت كدير ليه في الحجامه وتتسول فيه، فهمتيني، باش ما يوقعش لك في حالات ديال اغماء وداك الشيء، باش يكون دائما المريض معاك على وعي ديالو التام ان شاء الله. بالنسبه للتوضيح، مساله اللي هامه بالنسبه للنساء حاليا، دابا النساء حتى هما راه كيقدروا يديروا الحجامه، ماشي غير الرجال، ما تقتصرش غير على الرجال. بالنسبه للحجامه ديال النساء، تيقول لك بانه الدوره الدمويه وداك الشيء هذه حتى هي تتساعد على الوخ. الدوره الدمويه مثلا الشهريه اللي كتجي للنساء مثلا في الشهر، هذه حنت هذه كتعاود ثاني الحنت، كاين بعض الترسبات الدمويه او بعض الخلايا الميته اللي كتبقى داخل الجسم وكترتب عليها بعض الامراض وبعض العياء وبعض المسائل اللي كتعلق بالنساء وداك الشيء. والحمد لله حنا شنا بعض الامراض خاصه بالنساء وداك الشيء شفيت باذن الله. بالنسبه للحجامه راه ما تقتصرش غير على الرجال فقط، بين حتى النساء حتى هما مرحبا بهم الا بغاو يجيو، حتى هما راه عند في اي وقت. وكاينه امراه مختصه في هذا المجال، هذه هي اختصاصيه في الحجامه وداك الشيء. وبالنسبه للحوايج كامل اللي غادي تخص مثلا المراه وداك الشيء وعندها محل ديالها اللي خاص بها، مثلا فين غادي دير الحجامه وداك الشيء معقم على مستوى ديال ليجيان. بالنسبه للحجامه الرياضيه، هي اللي كنقولوا عليها حنا الحجامه الجافه. هذه الحجامه الجافه كنا كنديروها غير في بعض المناطق، دابا بالنسبه للحجامه الجافه ولات كدير في جميع الاعضاء ديال الجسم كامل، وهي دابا اللي حاليا اللي تسمى بالحجامه الرياضيه ومنشطه، كتنشط الدوره الدمويه. هي اللي ولاو كيديروا دابا الحمد لله اللعابه وداك الشيء، وهي كتعطي لواحد بالنسبه للدوره الدمويه ملي كدير الحجامه الجافه بواحد العضو من الاعضاء ديال الجسم، كتعطيه ترويه دمويه، كتعطيه كتدخل ليه الاكسجين مثلا للذات، كيولي الانسان عنده قابليه يدير اي حركه وما يخافش على راسه من توعكات او تمزقات عضليه. وبالنسبه للحجامه المتزحلقه عندها فوائد كثيره، هي اللي كيسميوها الصينيين الكواتشا او الحجامه الجياشه، كديرها اما بالكاس او كديرها بعض الفرشات اللي خاصه بالحجامه الجياشه. هذه كتنشط الدوره الدمويه، واللي عنده مثلا ركود دموي مثلا في الظهر ولا في سميتو، اللي عنده خمول مثلا في الذات وداك الشيء، هذه كتنشط الدوره الدمويه وكتزيد نشاط اخر. الانسان كيحس بواحد الحياء في كيحيا ليه الجسم ديالو، وكيعطي وكيتولي عنده قابليه يضاعف المجهودات العضليه او التمارين الرياضيه. بالنسبه كاينه الحجامه الناريه، هي عندها فوائد كثيره، غير هي خاص الانسان اللي غادي يديرها يكون ما غاديش مثلا ما يخرجش البرد، لانه الانسان ما تسخن الذات ديالو وداك الشيء، تتخاف يشرب البرد على برا وداك الشيء، وتيتصاب بحوايج اخرين ثاني، لان هذه خاص الانسان يحتاط منها، بالخصوص الفوطه. انسان الا بغى يدير مثلا الفوطه يكون ما غاديش يمشي لشي بلاصه مثلا مباشره، يكون يمشي للمحل ديالو باش يرتاح وداك الشيء، وباش الجسم ديالو يرجع. ثاني حاجه هي التدليك الانعكاسي، هذا عنده واحد فوائد كثيره بالنسبه للاعضاء الداخليه او بما يسمى لي فيبر ميسكيلار.
ملي كنديروا واحد التدليك انعكاسي على بعض العضلات وداك الشيء كتكون اللي عندهم ترويه دمويه مزيان، كتولي بسميتو هذه كتخدم في الشرايين والقلب وكتخدم بالسميه انعكاسيه على بعض العضلات. لا بالعكس، راه امراض مزمنه دابا ولا كنستعملوا لها غير هي الحالات اللي ما كنديروش ليها الحجامه، هي الناس اللي مركبين صمام ديال القلب مثلا، داك اللي تنظيم ديال القلب، او اللي عندهم فشل كلوي حاد اللي كيديروا الغسل الكلي اللي كيكون باقي الله بادي مثلا، يلاه مرض بالكلاوي عنده مرض خفيف وداك الشيء، راه كديرها لي ما كاينش دابا حاليا شي حاله اللي ما كتديرهاش ليها الا هاد جوج الامراض هادو اللي كاين، اللي او سيوله الدم. ثاني سيوله الدم خاصك تحتاط من هذاك المريض مثلا اللي كنتي كدير ليه الحجامه وتديرها على بالكاس، ما تشركش مثلا الكيسان في ضربه واحده مثلا، ملي تبغي تخدم ليه على حسب الطاقه ديال هذاك الانسان. ضروري، ما يمكنش ما غادي دير انت غادي تبدا واحد المجال ديال الحجامه وانت ما تتفهمش فيه، على الاقل خاصك تحفظ النقاط اللي غادي تخدم عليهم وتعرف واحد البلانينغ اللي غادي تمشي به مثلا. وكاين راه كدير دراسه فيها وكدير واحد جدول ديال الاعمال ديالك اللي غادي تمشي به في اي مريض، كتكون دير ليه واحد الملف ديالو خاص به، وشنو درتي ليه وشنو كذا. حيت كاين امراض دابا، كاين الحجامه العاديه وقائيه مثلا، الانسان بغيتي دير ليه حجامه وقائيه راه تدير ليه حجامه وقائيه، ولكن انسان عنده حجامه مرضيه هذه ما يعرف ليها غير الانسان اللي عنده باع في الحجامه، اللي كيكون متخصص مثلا في الحجامه هو اللي كيعرف اشنو كيفاش غادي يمشي مع هذا المريض. الحمد لله احنا فضل ديال الله عز وجل، تقريبا نقول لك هذه شي 24 سنه باش بديت في هذا المجال، وكان فيها الاب ديالي وكان فيها جدي، يعني جد هذه ولاتيه ورثناها وداك الشيء، ولكن حاولنا احنا الحمد لله نطوروها ونقراو على اساتذه اللي غادي يزيدونا في هذا الباب وداك الشيء. كنا كنديروا غير حجامه عاديه وقائيه اللي كنا كنديروها الناس. دابا ولات ملي ولا الاختصاص ولاو ناس في هذا المجال هذا اللي تبارك الله اللي عندهم واحد المسيره كبيره في هذا الباب هذا، وفيهم دكاتره قراو في الصين، كاين دكاتره اللي حاليا في المغرب هنايا دابا الشيء اللي كندرسوا عليهم، وكناخذوا بعض النقاط وكناخذوا كنتعلموا فين كيفاش تخصص النقطه وكيفاش تخدم عليها. هادو كثار الحمد لله، هادو بفضل ديال الله عز وجل كنمشيو مع سميتو، كنمشيو مع دابا مؤطرين، حنا كنا ولينا كنساعدوا بعض المؤطرين وداك الشيء في الخرجات ديالهم وداك الشيء، وكنحاولوا نزيدوا بعض سميتو كناخذوا حنا دابا الحمد لله بفضل ديال الله عز وجل. قد ما مشيتي لشي دوره الا وكتزادك فيها خبره، علاش؟ لانه كل دكتور او كل خبير في هذا المجال هذا الا كتلقى عنده بعض النقاط اللي كتختلف على سميتو، بحال دابا المدرسه الصينيه كتختلف على المدرسه المصريه او السوريه، فهمتيني؟ كل مدرسه عندها الاختصاص ديالها وداك الشيء، كل مدرسة عندها الاختصاص، وانت كتحاول تجمع ما بين المدارس كاملة وتخرج بواحد الخلاصة. والناس اللي بغاو يديروا الحجامة، ما أنا هي في البداية راه تخوف، هذا طبيعي، أي إنسان كيبغي يدير واحد الحاجة إلا كيكون تخوفات في أي حاجة، ماشي غير في باب ديال الحجامة، في أي حاجة بغيتي تقدم على حاجة ديما كيكون عندك تردد. غير هي حنا اللي كنصحوا الناس اللي باغيين يديروا الحجامة يحاولوا يفتشوا على ناس اللي هما يا ديجا عندهم خبرة في هذا الباب هذا، وباش ما يكونش يسبب الأذى بحال هكاك، وما نديروش عند هذه السنة. إلا كان الإنسان ما تيفهمش فيها بزاف راه غادي يعرض، ماشي غادي يتعرض للشخص، غادي يعرض السنة. وهنا ملي كتعرض السنة راه كنوليو داخلين في دين. كنطلبوا من الله عز وجل يكون شهر مبارك سعيد ويكون كثرة الخيرات، والحمد لله اللي رحمنا الله عز وجل بهذا الشتيوة. وكنقول للناس زعما المغاربة بأنهم بالنسبة للحجامة، الحجامة راه ماشي كتقتصر على تيكون عندك مرض. الحجامة واخا ديرها غير مرة في العام تحيي بها السنة ديال الرسول عليه الصلاة والسلام راه خير. أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.